ضيف نشر استثمارات ضخمة منتظرة بمدينة بالأقاليم الصحراوية المغربية في الأيام المقبلة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتوثيقها في السجل الفيدرالي وإدراجها ضمن وثائق الأمم المتحدة وأيضا مجلس الأمن الدولي. لمناقشة هذا الموضوع معنا الخبير في الشؤون الاقتصادية الأستاذ محمد الشرقي. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا. إذن سي الشرقي، بعد توالي فتح قنصليات الدول الشقيقة والصديقة في مدن العيون وأيضا الداخلة، ينتظر أن تشهد الأقاليم الجنوبية حركة استثمارات وانطلاق مشاريع ضخمة تقودها مجموعات اقتصادية عملاقة تقدر طبعا بملايير الدولارات وفي قطاعات واعدة. نود الحديث عن تفاصيل هذه الاستثمارات الأجنبية وأيضا انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية وأيضا المجالية على الساكنة والتنمية الشاملة بشكل عام في منطقة ستلعب دور البوابة الجنوبية المغربية نحو القارة الإفريقية. كما تعلمين الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وبالحقوق التاريخية والشرعية للوحدة الترابية للمملكة المغربية شكل حدثا على المستوى العالمي في الأوساط المختلفة، ولذلك سيكون الأسبوع المقبل إن شاء الله أحد يعني هذه الأحداث الكبرى في تاريخ المغرب، حيث انتظر الإعلان عن مجموعة من المشاريع. إذا أخذنا بالأجندات يمكن نقول أن في المرحلة الأسبوع الأول الأسبوع الذي مضى كان هناك توقيع، تم الإعلان من جانب الرئيس الأمريكي رونالد ترامب عن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء. تبع هذا الإجراء إجراء آخر وهو التسجيل الفيدرالي لهذا الإجراء وتوقيع الرئيس عليه. الإجراء الثالث هو إشعار كيري كرافت، هذه المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة بمغربية الصحراء من جانب الولايات المتحدة وتسجيلها أيضا وإدراجها في الوثائق للأمم المتحدة والمنظمة الدولية. المرحلة الآن الرابعة هي مرحلة الدعم الأمريكي وتسهيل الاستثمارات. هذه الاستثمارات اليوم قالت نيويورك تايمز أنها تتحدث عن 3 ملايير دولار، والرئيس الأمريكي قال في المنشور الرئاسي أن فتح تمثيلية وقنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في الداخل المغربية من شأنه دعم الاقتصاد وتسهيل الاستثمارات وتطوير التنمية في المنطقة. والآن ننتظر أن يتم الإعلان تباعا عن جملة وحزمة من المشاريع الاستثمارية ومشاريع دعم الاقتصاد. يمكن الحديث اليوم عن مشاريع في مجال الطاقات المتجددة، هناك رهان كبير على هذا الجانب من الشركات الأمريكية العملاقة، هناك أيضا الحديث عن دخول شركات أمريكية. سيد شرقي، في هذا السياق هل ترون أن لماذا تم اختيار مدينة الداخلة من أجل هذه الفتح هذه القنصلية؟ هل شركات الولايات المتحدة الأمريكية التي من المرتقب أن تكون أكبر المستثمرين الدوليين المنتظرين في الصحراء المغربية لها علاقة بهذا الاختيار؟ وطبعا منطقة وادي الدهب هي منطقة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستثمر في المغرب، ولكن أن يكون عمق الاستثمار يمتد إلى إفريقيا جنوب الصحراء، وأيضا أن يكون له ارتباط شمالا بأوروبا لأن أسواق أوروبية مهمة بالنسبة للشركة الأمريكية، وأيضا أن يكون على المحيط الأطلسي لأن أمريكا تقع على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي. فبالتالي هذه الاستراتيجية التي تحدث عنها وسائل الإعلام الأمريكية، استراتيجية الموقع الاستراتيجي للداخلة، هو الذي جعل الرئيس الأمريكي ترامب، وطبعا الإدارة المقبلة ستعزز دور القنصلية حتى تساعد هذه الشركات كما قلنا، وهي شركات بقطاعات مختلفة ترغب في الدخول إلى المغرب ومن المغرب، لأن المغرب هو البوابة نحو القارة الإفريقية. نحن نعلم أنه في شهور أو ربما في السنوات الماضية الولايات المتحدة لم تكن مهتمة كثيرا بإفريقيا، وبالتالي إفريقيا دخلت إليها استثمارات كبيرة من آسيا، من الصين أساسا أكثر من 60 مليار دولار، ومن روسيا وحتى من البرازيل ومن قوى أخرى، وأمريكا وجدت نفسها أنها ربما بعيدة عن إفريقيا، وإفريقيا هي كما
قلنا القارة الخصبة للاستثمارات ولتطويرها ولتكون يعني نقول يعني تحمل الحلول لكثير من التحديات التي سيأتي بها العالم ما بعد كوفيد. فإذا الخطة هذه الأمريكية تنسجم تماما مع الاستراتيجيات التي وقعتها وعدتها عدد من الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية الأمريكية. وطبعا على المستوى المغربي، المغرب يعني المملكة المغربية تستعد بدورها من جانب إعداد القوانين، صادق عليه البرلمان عدد من القوانين وعدد من الإجراءات، يعني المغرب جاهز لتلقي هذه الاستثمارات التي أقول مرة أخرى أنها بالملايير، وهي فقط الجزء الأول، لأنه الجزء الأول هو أمريكي لكن سيتبعه جزء ثاني أوروبي يمكن نتحدث عنه، ونتحدث عن بريطانيا التي لها مشروع داخل يسمى إكس لينكس، وهو يريد يعني هذا المشروع أن يربط يعني المغرب ببريطانيا عبر يعني المحيط الأطلسي، كابل تحت البحر ينقل يعني أكثر من 3 جيجا وات من الطاقة الكهربائية. وبالتالي بريطانيا بعد البريكسيت تفكر أيضا هي أن يكون المغرب هو أقرب يعني بلد من حيث يعني سيد الشرقي، لأن نعم سيد شرقي في هذا السياق بحديثكم عن الشركات الأنجلوساكسونية التي أعلنت أيضا نيتها الاستثمار في الصحراء المغربية، أي مجالات أخرى يعني غير الطاقات المتجددة من المرتقب أن تنخرط في هذه الشركات البريطانية؟ وهو المغرب اليوم كما قالت يعني الخارجية الأمريكية بلد يتمتع بكثير من المزايا، يعني المزايا العدة، من بينها مثلا المغرب له استقرار سياسي واجتماعي وله مؤسسات، هذه يعني قالت الخارجية الأمريكية وهي من الأشياء المهمة. المغرب له وضع جيوستراتيجي مهم جدا، بوابة على أفريقيا، بوابة على أوروبا، بوابة على الشرق الأوسط، وهو في المحيط الأطلسي وفي البحر المتوسط. المغرب بلد متقدم من حيث البنية التحتية ومن حيث يعني القدرات الاقتصادية متنوعة ومن حيث أيضا الكفاءات المغربية، إضافة أن المغرب له اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول، وهو مع الولايات المتحدة له اتفاقية منطقة تجارية حرة، وأمريكا البلد الوحيد اللي عنده اتفاقية منطقة حرة هو المغرب في المنطقة الإفريقية، ومع البلد العربي المغرب والأردن. بالتالي يعني هذا امتياز كبير جدا يجعل المغرب تتهافت عليه يعني الشركات الأمريكية والأوروبية والبريطانية والصينية، لأن بعد كورونا سيكون هناك ما يسمى الجيو ايكونوميك أو الجغرافيا الاقتصادية، سيكون لها دور كبير في اختيار المشاريع. طيب هنا سيد شرقي، ماذا عن الاستثمارات العربية المرتقبة في الصحراء المغربية، خاصة أن دول خليجية أيضا فتحت قنصليات لها، وماذا عن انخراطها في رؤية المغرب القائمة على إنشاء ممر اقتصادي استراتيجي بين البحر الأبيض المتوسط وأيضا إفريقيا جنوب الصحراء؟ أعتقد أن فتح القنصليات يعني العربية والخليجية أساسا، وسيأتي يعني هناك عدد من الدول الخليجية التي تفتح قنصلاتها تباعا في الأسابيع المقبلة، طبعا هدفها هو استثمار، يعني طبعا هناك الشق السياسي والشق القانوني وهو الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، لكن هناك العالم، نحن أمام عالم مصالح. طبعا الدول الخليجية وعلى أساس نقول الإمارات العربية المتحدة والبحرين لها يعني طموح أن تدخل إلى الأسواق الإفريقية عبر يعني شراكات أمريكية وعبر شركات مغربية وحتى عبر شركات أخرى. بالتالي نحن اليوم أمام يعني عالم فيه مصالح يعني متقاربة، وبالتالي المغرب يشكل هذا اللينك اللي هو الرابط. فبالتالي يعني اليوم الإخوة الخليجيون يعني يقولون إن المغرب يشكل بوابة مهمة للاستثمارات في إطار شراكات كما قلنا، والمغرب يعني بخبرته في القارة الإفريقية في مجال البنوك، في مجال الاتصالات، في مجال الفلاح، في مجال الصناعة، مجال السياحة، يعني هناك العشرات من القطاعات التي المغرب له فيها خبرة، والإخوة الإماراتيين له فائض من المال الاستثمار، فإذا هذا يشكل يعني فرص لازدهار المنطقة كإقليم، طيب كإقليم وشمال المنطقة وإفريقيا كقارة. نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات، كنتم معنا ضيفا السيد محمد الشرقي وأنتم الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا على هذه التوضيحات.